السلام، صباح الخير. معكم فيديو جديد نيت في جوا. اليوم غادي نعيشو تجربة سبيسيال. انا مشينا غادي نكريو بيكالات وغادي ندورو، ما عارفينش راسنا فين غادي نمشيو، ولكن غادي ندورو غادي نكتشفو بيكالات. فالمهم هادو هما صحابي، هادوك شي كامل مغاربه. كاين هاد البيكالات الكتريك ب 500 روبيا تقريبا، شي 50 درهم. فالمهم دابا كنتفاهمو معاهم و هانتوما معانا نشوفو فين غادي ندورو. شي شنو طرابش باش نستعدو لهادشي اللي تابعنا. دابا مستعدين باش نمشيو. يلا وي فولو يو. اوكي يلا سير وانا نطلق على بركه الله. شوفوا الطريق اللي دابا حنا فيه، مايمكنش واحد جزيرة طريق تما كاع عاوتاني كاين الجزر. ما يمكنش. اش هاد الجمال؟ ماشي انت الطبيعه مشهوره. ما يمكنش، هادي من احسن التجارب اللي درت في حياتي، من احسن التجارب اللي تقدروا ديروا في اي بلاصه مشيتوا ليها. ليش كانوا في كارو الدور المدينه عرفتوا؟ راه ما يمكنش. زيبا فريمون والله العظيم. المهم صحابي ورايا وقفنا في البلاصه الزوينه الحانة، شوفوا كيوت باش ناخذوا الماء. جربوا ولي في الاحلام. هلا سير بليز واتر باني ها نو بانير باني باني واتر ها 3 4 باتر ها 4 باتر اين راندي هاك هاك اشتكت ما تقولهاش نو تخير معايا الشاش بس هاك 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 هاني والله حتى هاني. بغيتي الماء؟ انذر وان بليز. لا ثانك يو سو ماتش. ورا كانت الشمس قبيل. دابا غادي نكملوا الطريق الجميله. ها انتما السما كايناش قلتو السما كتصب وعاد مشات ها شي قوت شي قوفيه الميتيو. دابا غادي نكملوا الطريق ديالنا. انا فرحانه يلا نكملوا. هذا راه غيصدموني هاد 25 على عجلي مع الدوره كيلومتر عاديه كي والو. انت راه في اي بي غاد بموطور. شي البارحه علاش تعشيت جوج المرات كنوجد عارف اللي كاين. انا كاين دابا شربنا الماء مستعدين تنضرب واحد تشالو ليتس جو. يلا المشكله ديال هاد الهند هو هاد الليمون على اليسار اش راك تدوخ الطوموبيلات هنايا راه اش كيدوخ. اه مازال خرين الكلاب عاوتاني هنايا فقر الشجاعه 35 كيلومتر. شوف السيده غادا في اي بي في اي بي نشوفو فين غيدينا هادشي. غير معايا تمشي فهاد المنظر هذا اللي هو لوطوروت بحال هكا راه ميمكنش الجمال. ارتاحو 5 ديال الدقايق ناخدو كلاص ولا شي عشا صيام اي حاجه كتكال في هاد الحياه تكون بارده. نرجع السوفل هري الحياة تصعب سليسي. واو اش بحال الايس كريم جوج دراهم ونص. شنو هو؟ راه هو هذاك العادي اللي عندنا. ويلي ماش كيبان لكم ولكن بجوج دراهم صنديف 4 دراهم ونص. اش صنديف في المغرب شحال داير؟ صنديف في المغرب 26 درهم 4 دراهم ونص. صندوق 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 من الهند اللي صندوق كنا فيها. ما عرفتش الجزائر صندوق 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 برانك برانك صندوق 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 صندوق
بصحتك بصحتك راه مخلصت عليها بصحتك قولي شكرا الطريق ديالنا خلي السياره ديالي هي هذيك دابا غادي نكملو الطريق ديالنا ونحول مجهول ولكن راه المنظر تخيل باغي يكتب شي والشجر هنا شجره من هنا الجمال يا سلام خدنا في اي بي ديك ما عليها حرج ملي كنت كنكرفصو حنا غاديين ولكن ما كنكرفصوش غاديين بسعاده 25 كيلومتر بالبش قاده عندنا حلو في المونتاج واش انا واش انا مول الطريق راه اللي غادي بينا صاحبي راه انا مصلحه وانا كنت انا براسي راه عييت حيت تي باش شفتي اللوكال لوكاليزاسيون كانت 25 كيلومتر سهله 25 كيلومتر راه الناس اللي كيشاركوا في هذاك الشيء ديال الحيوان في الماراثون في الماراثون 10 كيلومتر راه خاصك دابا انت دابا انت دابا انت اسمع اسمع دابا انت حاط الليميت في المايند سيت ديالك راه ما عندناش الليميت حنايا انا الليميت ديالي حاطه خصني نوض حتى لوحده شحال عندك دابا انت انا ما بقاش عندك عندها واحد وغنشوف عندي انا وياك اللي مصوبين دابا عمشي انا والله تما ما نتسنى تما صافي انت شنو هادي غير في اي بي وما تكاش هضر واحد ايمن راه وصل هي تقتلك انا راه جالس في القبوه ا فيو انشز ليتر ها هو داك الباطو غنمشيو فيه minutes later المهم سخف جيت هنا واحد الدار قلت لهم واش عندكم الماء هاي دابا تخرج عليا خلينا ماما مازال لهيا Thank you so much. You have any restaurant here for food? Yeah. It's far or near? It's like near 1 kilometer. Okay, from this way, right? Yep. Okay, thank you so much. Go straight and take a right and go straight down. Okay, thank you so much. مسكينة عطاتني الماء. باش إيمان تقلب عليها واش كاين دي راستورون. مكاينش فينا ما كاين والو كلشي مسدود كاين الخلاء والقيفار بنادم كيزرع هادشي اللي كاين. والله تنشوي كاين والله ما كاين اللي يسخلك الخبار والله خذوا الكاميرات حيدوا لي التليفونات ناري غنموت شو بغيتو اسمع عيطه عيطه للخوت ناري كوتشو كوتشو هو طاهي واو عاج مرتاحه لا لا والله هافي عندي واحد شي حاجه نقسمها معاك لا لا دابا الحمد لله الحمد لله الدار عندها ما يستاهل ناري شو كاين بدا كيتقاد ليا في التليفون لقيت كلشي فاضي وراه كلشي فاضي هلو معايا وصلت لواحد الطريق ومكلشي سبقني هاد الإلكتريك مبقات إلكتريك سالات وفغيمون عيجر بصح غنوريكم الطريق حقيقة ديال لا طائر يطير ولا سير يسير هانتو غير أنايا وتا شي واحد وبيكالتي معرفتش كنتمنى شي واحد يجي نقولها عافاك واش تقدر توصلني المهم نشوف شي حل قولي غادي طيحي باش تبقى عاقلة على هاد قوة مزيان بصدق طحت شوف يدي سروالي شوف يدي الاخرى هابي ولكن وصلنا لواحد الغيستو باش نتغداو من مورا ديك الطيحة شنقول لكم رجعنا انا نعيط لا انا ندوي معاك داكشي حالتو يلا سير ولكن الحمد لله الحمد لله وصلنا دابا غادي نتغداو شنو هي الطيلة مبتسمة على رغم هاني هاني نمشي
دابا وصلنا لديك الجزيرة القصبلة مسيك كل شيء ساد. فتخيلوا معي دابا راه شحال ساعة عايشم؟ قلتولوش. شنو اللي قلتولوش؟ السبعة. دابا راه السبعة قلتولوش مازال متغديناش. صافي غنتغداو ان شاء الله. تقطع الضو اش هاد النهار؟ اش هاد النهار؟ اش هاد النهار؟ طيحة طحنة دابا تقطع الضو نص الماكلة في المعني ما كاينش. ما فهمتش انا والله ما فهمتش. الله يدوز هاد النهار على خير. لا 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 وين حد وين معاهم بلونجلي دابا يمشيو يديروا جوجل لا 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 عندهم حد الانجينيير تعرفوه راه دابا يكلموا لينا في الحقيقه والله الا ماشي فرفان ولكن ديما طلبوا منهم شي حاجه كيقول لك شي حاجه كيوريك المالك دير لا طلبت شي حاجه تمشيو ديروا شي ماده كيصيفطوا لك القاري ديالو باش تخلي معايا خمسه ديال الناس شي حاجه كنحمر لك من مورا داك العشاء الفي اي بي انا نقول لكم دابا كيفاش غادي نرجعوا الطريق اللي غادي نرجعوا بها للوطن مع السبيكالات هذه. هانتي دي ساره؟ لا واقيتهم. ايمن هابي هانتوما حنا والسبيكالات جوج مشاو القدام هانتوما. هادي الحالة شكل الحياة من راك تعيش في اي بي من راك تعيش بحال هكا. الشتا بعدا ما عرفناش فوقاش تصبا دخلنا خرجنا لقيناها كتصب. شوف شوف سمعوا الشتا الشتا دابا خدت ثلاثنا عاوتاني هانتوما شوف. هذا مسكين هذا فهمتو ما بقى ليه فين يدوي هذا شويه غيخلينا هنا وغيمشي هذه مجلسينها في اي بي وما دير كدعي هذه مسكينه اللي بحالي بحالها المتشردين فهمتو راضين بالحاله والله يوصلنا على خير شنو ساكن جابوا لينا المدوله والله الا شنو تي تي باغا دير المدوله داخل راه مضربه ما بقاش قادره تطلع عليها حلاوه والله الا مساكن هاد الهنود والله يشد ريفين الله يجوجك سيري بعدي مني يسكنك فشي دوار تبقى تقطر عليك من هنايا الحمد لله الشكر لله الحمد لله انا بعدا راه غتكون عندي هادو غتكون عندي كتنقط كاين الناس اللي جالسين في الشارع ما عندهمش شفتوا اللي ما حامت في الله نورمالمون كان غادي القدام دابا قالوا لهم شي وحدين غادي يوليو معنا الفوق القدام غترجع للور والله الا ما حامت الله كيتبع شي بعضين شو صار؟ احنا مولفين احنا عندنا عادي عادي كسر من عادي والله تاع الحمد لله الله انا والله من غير لي شو من نزل البوق الا ما كليشوش هادشي للوسط لا كلينا كليناه زوين زوين بحال اللوز بحال